السلام عليكم، يعطيكم العافية طلاب الصف السادس. معكم أستاذ منير، نكمل معاكم الوحدة السابعة بعنوان It is important to help. من المهم المساعدة أو من المهم أن تساعد. نقرأ الفقرة الأولى. Mom اللي هي الأم. I'm going to see Mrs. Hamad, our neighbor, now. إذا أنا رايحة to see أشوف السيدة حماد. طبعا السيدة حماد هي عبارة عن هي الامرأة، لكن هم عادة الأجانب لما ينادوا على شخص بينادوه باسم العائلة. I'm going to see Mrs. حماد، يعني أنا رايح أشوف السيدة حماد. Our neighbor، جارتنا. Now، الآن. She isn't well and we must look after her. إذن هي isn't well، ليست بخير. And we must look after her. ويجب أن نعتني. Look after يعتني. Her look after her يعتني بها. Do you want to come with me؟ هل تريدون؟ Do you want للجماعة؟ هل تريدون to come المجيء with me معي؟ كريم yes please، نعم من فضلك. It's important to help older people when they are when they're unwell. يعني من المهم مساعدة الـ older people، الناس الكبار، when they are unwell، لما يكونوا unwell يعني مش بخير. سميرة that's right، يعني هذا حسن. أو هذا صحيح. I'm coming to، وأنا قادم أيضا. نروح على الفقرة الثانية. سميرة has the doctor given you some medicine Mrs. حماد؟ هل الدكتور أعطاك بعض الميديسن، some medicine يعني بعض الأدوية، سيدة حماد أو أنسة حماد؟ طبعا كلمة Mrs. دائما تطلق على الإمرأة المتزوجة. Mrs. حماد الآن عم تجاوب yes she has، يعني طبعا هلا هون الدكتور احنا ما عرفنا هل هو ذكر ولا أنثى، لكن مسز حماد بينت حكت she has، يعني قد أعطتني. حابة تكمل الجملة she has given تحط me some medicine. على أي حال I've taken the medicine، يعني قد أخذت الأدوية. I have some tablets too، وأنا لدي أو تناولت عفوا بعض التابلتس يعني أقراص الأدوية أيضا. Mom that's good. طبعا هاي القاعدة اللي هي المضارع التام. الفقرة الثالثة. سميرة has Mrs. حماد had lunch؟ هل الأنسة حماد أو السيدة حماد تناولت lunch العشاء عفوا الغداء؟ Mom no she hasn't، لا لم تتناول. I've cooked her some food، طبخت لها بعض الطعام. كريم I can put it on a plate for her، إذا أنا أستطيع وضعه على الصحن من أجلها، يعني بده يسكب الأكل على الصحن عشان المسز حماد. كريم مسز حماد has seen the doctor، إذا الأنسة حماد عم بيحكي مع أبوه إنها شافت الدكتور، فالأب شو حكى له that's good، هذا جيد. سميرة she has had lunch، إذا هي تناولت العشاء. Mom has cooked some dinner for her too، وماما طبخت بعض العشاء لها أيضا. كريم Mom has written a shopping list for her، إذا ماما has written كتبت a shopping list، list قائمة، وshopping التسوق يعني قائمة التسوق for her. We're going to go to the market to buy her things، إذا نحن رايحين على السوق عشان نشتري لها الأشياء. Dad you are both very kind children، يعني انتو الاثنين both يعني اثنين very kind لطيفين جدا children يا أطفال. ننتقل للصفحة اللي بعد. التمرين الثاني بدنا نسأل بالمضارع المستمر. لما نسأل شخص غائب يعني الضمائر المفردة اللي هو he أو she أو it بدنا نسأل بهاز، باقي الضمائر راح نسأل بهاف. فالآن هون عندنا المسز حماد سيدة حماد، فراح نسأل عنها بهاز. هاز مسز حماد طبعا هي راح تضل ثابت، بعدين بناء على الجمل اللي هون بدي أضيفها. الآن شايفين هاي الجملة seen the doctor يعني شافت الدكتور، فالآن أنا بدي أسأل
has Mrs. حماد، هي حكينا ثابتة. الآن بدي أجيب الكلمة الموجودة هون، إذا عليها صح بدي أجاوب جواب معين، وإذا عليها خطأ بدي أجاوب جواب معين. Has Mrs. حماد seen the doctor؟ هل الآنسة حماد شافت الدكتور؟ فحطين صح، فشو الجواب راح يكون؟ Yes, she has. تمام؟ Yes, she has. يلا الجملة اللي بعدها حطين عليها صح. كيف نعمل؟ نفس الشيء، has Mrs. حماد، بعدين بدي أحط الجملة اللي هون جنبها. Put on a plaster. Has Mrs. حماد put on a plaster؟ هل الآنسة حماد وضعت بلاستر؟ طبعا هذا سين، تصريف الثالث من الفعل سي. إذا سي سي تصريف الثاني تبعه سو، لكن احنا الآن بدنا التصريف الثالث اللي هو سين، واللي بنحتاجه بقاعدة المضارع التام. بإمكانك تدخل الآن على قناتي غرد بالإنجليزي مع منير قائمة التشغيل وتحضر درس المضارع التام. طيب هاز مسز حماد حكينا برونا بلاستر، هل انس حماد وضعت بلاستر؟ فشو الجواب انت راح تكتب؟ يس شي هاز. فاذا تكتب هذا السؤال على سطر، بعدين هذا السؤال على سطر. يلا، هاز مسز حماد تيكن هير ميديسن؟ هل الانسه حماد او السيده حماد اخذت دواءها؟ يس شي هاز. على فقره خليني اعملكم واحده بس، اتوقع انكم فهمتوا. الان حكينا كان انه has ثبت، has حماد تمام، هل الآنسة حماد، وبعدين بحط الجملة الموجودة بالصور، أي جملة تمام. taken her medicine، بحط علامة السؤال. الجواب yes she has، أو إذا ما أخذت كانوا حاطين عليها غلط no she hasn't بهذه الطريقة، أو has not، ولكن نختصرها بهذه الطريقة no she hasn't، لا هي لم تأخذ. إذا باقي الجمل على نفس الطريقة، نكمل. يلا ناخذ هذه الجملة، حكينا هي ثابتة، has Mrs. حماد had a drink of water، شربت الماء. لاحظ احنا حكينا هون الفعل put، يبقى التصريف الثالث مثل ما هو، اذا put تصريف اول وput تصريف ثاني وput تصريف ثالث ما بيتغير فيه. وtaken شو اصله؟ فعل take بيصير taken. شو في عندنا؟ وفي عندنا had، الفعل had هو اصلا have، شو بيصير بالتصريف الثالث؟ had، وكمان التصريف الثاني had نفس الشيء. طيب إذا has Mrs. حماد had a drink of water، يعني شربت الماء، شو الجواب؟ حاطين صح معناته yes she has. يلا نفس الشيء، has Mrs. حماد cooked lunch، هل الآن السيدة حماد طبخت غداء؟ فالجواب no she hasn't، مثل ما كتبنا بالنفي. has Mrs. حماد had an injection، هل السيدة حماد أخذت حقنة؟ no she hasn't، لأنه حاطين عليها غلط. ننتقل للسؤال اللي بعده، نفس الشيء look and say، اقرأ انظر وقل. يلا إذا كان صح بده يكون الجواب مثبت، إذا كان غلط بده يكون الجواب نفي، أو بده تكون الجملة نفي وليس الجواب. فمثلا read قرآن حاطين عليها صح، فراح نحكي كريم، كونه كريم مفرد راح ياخذ has، والفعل read التصريف الثالث. باي ذا واي هم حاطين التصريف الثالث لكل فعل، يعني ما راح تصرف الفعل انت، فهو جاهز. كريم مفرد اخذ هاز، بعدين التصريف الثالث ريد، بعدين المفعول به ذا قران، يعني كريم قد قرأ القران. كريم اذا الجمله اللي بعدها هاد ا درينك، هل يعني شرب؟ كريم هازنت هاد ا درينك، اذا كريم لم يشرب. اذا كريم مفرد اخذ هاز، بس احنا بدنا ننفي فصارت هازن، بعدين التصريف الثالث اللي هو هاد، وباقي الجمله مثل ما هي. يلا نفس الشيء، كريم هازنت كوكت لانش، اذا هي ثابته، كريم هازنت، بعدين بنزل جنبها كوكت لانش،
ليش حطينا هازنت؟ لأنه في عندنا غلط. إذا كريم لم يطبخ الغداء. كريم على الآن الجملة اللي بعدها. كريم has بنزل هاي visited his cousins. إذا كريم قد زار أولاد عمه. كريم hasn't written an email. كريم لم يكتب إيميل. كريم has given the teacher his homework. كريم أعطى الأستاذ الواجب تبعه. الموضوع سهل جدا. ننتقل للسؤال الرابع. Read and answer. Where is King Abdullah University Hospital? إذن أين هو مستشفى جامعة الملك عبد؟ يلا نقرأ الناس. A doctor's day. يومية دكتور أو يوم دكتور. يعني الدكتور عم بيحكي عن يوم. دكتور مجدي. عارف هذا الدكتور مجدي ولا مادي أتوقع. مهدي. المهم دكتور مادي أو مهدي works at King Abdullah University Hospital in Erbil. إذا دكتور مهدي يعمل في. بنبلش من هون طبعا الترجمة. مستشفى جامعة King Abdullah الملك عبد الله in Erbil في Erbil. It's the biggest. إذا هو الأكبر. It's the biggest hospital in the north of Jordan. إذا هو المستشفى الأكبر في شمال الأردن. إربد. He tells us about a busy day at the hospital. إذا هو tells us يخبرنا حول a busy day. يوم يعني يوم عبارة عن يوم مزدحم يوم مشغول at the hospital في المستشفى. This morning يعني هذا الصباح I've talked. هاي طبعا I've talked هي اختصار I have اللي حكينا عنه. إذن I هي أصلها I have اختصروها بهذه الطريقة. طيب I've talked إذن هذا الصباح وبتعرف إنه مباشرة إنه this morning من دلالات المضارع المستمر عفوا دلالات المضارع التام. I've talked to the night doctors and nurses about the new patients. إذا هذا الصباح تكلمت مع دكاترة المساء والممرضات حول المرضى الجدد. New patients المرضى الجدد. Some of the patients arrived at night. بعض المرضى وصلوا ليلا. So I haven't seen them before. ولذلك I haven't seen لم أرهم. I haven't seen them before لم أرهم من قبل. هو دوام الصباحي في دكاترة دوامهم المساء. هلا مساء بيجوا مرضى جديدة هو لأنه اشتغل الصبح وروح ما شافه فتاني يوم الصبح بده يشوفه. It's really important to talk to the patients too. إذا من المهم أيضا التكلم مع المرضى أيضا. I've talked to 5 patients this morning. تكلمت مع 5 مرضى هذا الصباح. كمان this morning من دلالات المضارع التام قد تكررت. I've written down all of the important information about their health problems in their notes. I've written down يعني قد كتبت أو قيدت بالكتابة all of the important information كل المعلومات المهمة about their health problems حول health problems their health problems يعني مشاكلهم الصحية in their notes. يعني من خلال ملاحظاتهم. المهم انه يعني كتب مشاكلهم الصحيه على شكل ملاحظات. After I've talked to the patients بعد ما تكلمت للمرضى I sometimes do blood tests بعض الاحيان اقوم بعمل فحوصات دم. Blood tests فحوصات دم. The results of the tests help me to decide what medicine to give. اذا نتائج الفحوصات تساعدني لتقرير to decide عشان أقرر what medicine شو الدواء to give اللي أعطي. I've done lots of other things this morning too. Then I have done وعملت الكثير من الأشياء الأخرى other things things يعني أشياء وأذر أخرى this morning هذا الصباح. I've talked to the patients families and I've answered their questions. تكلمت مع المرضى طبعا done من الفعل do. Do شايفين هاي دول اللي ظللت عليها بس بالتصريف الثالث بيصير done.
طبعا الافعال المنتظمه التصريف الثالث تبعها بس بضيف لها ايدي مثل الفيرب تو. I've answered their questions وجاوبت على أسئلتهم. Some of the patients can go home. بعض المرضى يستطيعون الذهاب إلى المنزل. I've checked that the patients have help when they go home. تمام. I've checked يعني أنا شيكت that the patients إنه المرضى have help يحصلون على مساعدة. ديروا بالكم هاي have هون إجت الفعل مضارع للملكية، تمام؟ إنك تملك شيء. have help يعني حصلوا على مساعدة أو عفوا مش حصلوا على مساعدة. أنا شيكت على المرضى أنهم يحصلون على مساعدة لأنه مضارع. يحصلون على مساعدة عندما يعودون إلى البيت، معناته هذا عبارة عن فعل روتيني، إنهم هو شيك إنهم دائما بيحصلوا على مساعدة لما يروحوا على البيت من قبل أهلهم. I've written prescriptions يعني كتبت prescriptions وصفات أدوية so that they can get their medicine ونتيجة لذلك they can يستطيعون get their medicine الحصول على دوائهم. Read and answer again. When do some of the patients arrive? إذن متى يصل بعض المرضى؟ الجواب كان they arrive at night يصلون ليلا. How many patients has the doctor talked to this morning? إذن كم مريض تكلم الدكتور هذا الصباح كانت موجودة هون؟ This morning I've talked to the night. عفوا لا ما كانت هون. الجواب هون I've talked to five patients this morning يعني تكلمت مع خمس مرضى، لكن احنا الآن بدنا نحكي عنه للدكتور. فـ I've شو راح تصير؟ راح تصير he has أو he has بهذه الطريقة، يا بحكي he's باختصرها بهذه الطريقة أو he has. إذن he has talked to five patients this morning. What information has the doctor written down? شو المعلومات اللي كتبها الدكتور؟ وين كانت؟ إذن I've written down all of the important information about their health problems in their notes. إذن الجواب بدل I've بحط he has written down إلى آخره الجملة اللي حكيناها. Why does the doctor sometimes do blood tests؟ ليش بعض الأحيان بيعمل فحوصات دم؟ الجواب كان I sometimes بدل I بحط he sometimes do ودو بتصير does. He sometimes does blood tests. أول جواب خلص مباشر الجواب حطوه من هون to decide what medicine to give عشان يقرر شو الدواء اللي يعطي. Why has the doctor written prescriptions؟ ليش الدكتور بيكتب وصفات أدوية؟ فراح تكتب he has written prescriptions هو كتب وصفات أدوية so that they can get their medicine مشان يحصلوا على أدويتهم. Why is a doctor very important؟ ليش الدكتور مهم جدا؟ Because he helps people to get أو because he helps people to be in a good health. إذن هو بيساعد الناس أن يكونوا في صحة جيدة. هذا الجواب من عنا. والآن ننتقل للصفحة اللي بعد.
read tick or cross. إذا read tick or cross and say. يلا الآن بدنا نحط إشارة صح أو غلط على الأشياء اللي عملناها أو ما عملناها. الآن مثال، هي حاطة صح على had breakfast إنها تناولت الفطور، وغلط على had lunch إنها تناولت الغداء. فالجواب الكتاب راح تكون كالآتي: I have، إذا I بتاخذ have، بعدين الجملة اللي بدي إياها صح بنزلها: had breakfast، تناولت الفطور today، اليوم، هاي بدي أضيفها من عندي. but ولكن I haven't had lunch، إذا I أخذت have، ولأنه هون في غلط بدي أنفيها، haven't had lunch، لم أتناول الغداء. الآن نفس الشيء، بدي أحط هون صح وبدي أحط هون غلط على يعني أنت طبعا حسب رغبتك، لكن أنا بدي أحط هون صح وهون غلط وأكتب الجملة. يلا تعال نشوف كيف راح نكتب الجملة. طيب الآن written a story يعني كتبت قصة، فراح أحكي I have، أو باختصرها I've written، إذا اللي هون تصريف ثالث I've written a story، وبدي أضيف كلمة today اليوم، إذا today من دلالات المضارع التام. I've written a story today يعني قد كتبت قصة اليوم، وبحط فاصلة. but I haven't، وهون أنا حطيت غلط but I haven't، إذا have لأنه الآي بتاخد have، والنفي haven't لأنه أنا حطيت هون غلط I haven't، وبنزل الجملة اللي هون مثل ما read an interesting book. إذا أنا قد كتبت قصة اليوم ولكني لم أقرأ كتاب ممتع. نفس الشيء هون بدك تحكي I have had a maths lesson but I haven't had an Arabic lesson، ولكن لم يعني أخذ درس رياضيات ولم أخذ درس عربي. I have been to the science laboratory يعني ذهبت إلى مختبر العلوم. but I haven't given my teacher my homework، ولكن لم أعطي المعلم الواجب تبعي. طبعا مثل ما بدك، هذا الأمر برجع لك مثل ما حكيت لك، تحط صح بدك تحط غلط إلى I have seen my friends، قد رأيت أصدقائي. but I haven't recited verses from the Quran، ولكني لم أقرأ آيات من القرآن. الآن نأخذ كمان جملتين، بدي أحط هون غلط وبدي أحط هون صح. إذا I haven't، لأن هون حطيت غلط أنا، seen my friends، إذا أنا لم أرى أصدقائي. but I have recited، الجملة الثانية صح، cited verses from the Quran. إذا أنا لاحظوا إني بدلت، أول شيء قدمت النفي I haven't seen my friends، أنا لم أرى أصدقائي ولكني قرأت بعض آيات من القرآن. وباقي الجمل مثل ما حكيناها نفس الشيء، يعني الجملة هاي ثابتة، بعدين بطلع على الجملة اللي عليها صح بنزلها مثل ما هي، بضيف كلمة today، بعدين بضيف بحط فاصل بحط كلمة but، ولكن يعني عملت هذا الاشي اليوم ولكن ما عملت هذا الاشي اليوم. but بعدين بدي احط I haven't النفي، بعدين بنزل الاشي اللي عند الغلط اللي هو had lunch. موضوع سهل جدا. talk about your partner، تكلم عن شريكك. طارق has had breakfast today، اذا طارق تناول الفطور اليوم. but او خلاص وحط نقطة ما حط كلمة but، لكن ممكن تحط but نفس الطريقة اللي في العرب but he hasn't had lunch، ولكن لم يتناول الغداء. كمان تقدر تحكي عن طارق بالكلمات الموجودة بالجمل الموجودة هون، بإمكانك تستخدمها. فبحكي مثلا طارق has written a story today but he hasn't read an interesting book، ولكنه لم يقرأ كتاب ممتع. ناخذ مثال عن طارق. يلا طارق كونه مفرد فراح ياخذ ايش؟ هاز ولا هاف؟ هاز. احسن، اذا طارق هاز. خلينا ناخذ مثلا هاي الجمله نحط عليها صح: هاز بين تو ذا ساينس لابوراتوري، اذا طارق هاز بين تو ذا
طارق كان في مختبر العلوم، بحط نقطة أو فاصل وبحط but he hasn't بختار هاي الجملة مثلا بحط عليها غلط he hasn't had an Arabic lesson ولكنه لم يأخذ درس رياضيات درس عربي تمام طلاب صف السادس هيك مادتكم صارت كاملة جاهزة أنا بعتذر إني تأخرت في تنزيل الوحدة الأخيرة من الصف السادس لأنه كنت أفكر حالي ننزلها يعطيكم العافية أتمنى لكم يوم سعيد لا تنسونا مصالح دعائكم السلام عليكم